بقى معانا الجزء الأخير أو الكاتيجوري الأخير اللي هو تيومرز. حنقسم التيومر تبع الجي اي تي إلى نفس التقسيمة السابقة المعروفة بيناين ومالجنانت، ولكن حنزيد نقسم البيناين والمالجنانت إلى بيناين طالع من الابيثيليال تيشو وبيناين تيومر طالع من الميزينكيمال تيشو، والمالجنانت كذلك من الابيثيليال ومن الايش من الميزينكيمال تيشو. هذه تقسيمة عامة للجي اي تي تيومرز بشكل عام. التيومرز يعني كلينيكالي هتظهر على شكل بوليب، اي ورم في الجهاز الهضمي وخصوصا الابيثيليال تيومر سواء كان بيناين او مالجنت هتظهر على شكل بوليب. البوليب تعريفه هو عبارة عن بروتروجين from the wall into the lumen in the hollow organs، يعني في اي organ معه تجويف اذا في بروز من الجدار الى اليومن هذا البروز نسميه بوليب في اي هولو اوريان ومن ضمنها الجي اي تي. اذا حيكون التيومر على شكل بوليب خصوصا اذا كان طالع من اللايننج ابيثيليوم من الميوكوزا. حتى التيومر اللي طالع من الميزنكايمال يعني من الكونكتيف تيشو ممكن تعمل بوليب، لكن على الغالب هي تعمل ماس اوتسايد يعني بس ملتصق في الجدار من الخارج. التيومر اي سواء كان بيناين او مالجننت ممكن تعمل اوبستراكشن في اليومن وبالتالي تعمل انتستينال اوبستراكشن. ممكن تعمل بلد ان ستول، يعني اذا فحصنا الستول سواء كان بيناين او مالجننت ممكن نشوف بلد، سواء كان بلد ممكن نشوفه بالعين او بلد بكميات بسيطه نشوفه بس نكشف عنه بالفحص المخبري. اذا زي ما انتم شايفين ممكن برضو البوليب هذا او الماس سواء كان بيناوي ولا مالجنت في اي جزء من اجزاء الجي اي تي ممكن يعمل شويه دياريا برضو لانه بيزيد الافراز والسكريشن وبالتالي ممكن يعمل دياريا او يعمل انترفيرنس مع الابزوربشن. هذه من السيمتومز العامه اللي ممكن تظهر في التيومرز. زي ما انتم شايفين السيمتومز ما تقدرش تفرق ما بين البيناين والمالجنت، كلها اشياء عامه ممكن تظهر مع التيومر سواء كان بيناين ولا مالجنت، وممكن حتى تظهر في امراض اخرى غير التيومر. لكن يتم الكشف عن التيومر يعني بالكشافه وبالايش بالفحوصات وخصوصا لما يكون في انتستينال اوبستراكشن، وهذا السبب الكبير انه لا يتم اكتشاف الاورام في الجهاز الهضمي الا متاخرا بعد انتشار. هون ندخل الان في التفاصيل. الاسوفيجيال تيومر في منها بيناين زي الايش سكواماس سيل بابيلوما، بابيلوما يعني ورم حميد يطلع من الايش من البطانة اللي هي سكواماس تبع من تبع الاسوفيس وتعمل زي الفينجر لايك بروجكشن كده زوائد زي الاصابع يسموها بابيلوما، وهي مكونة من السكواماس سيلز ولذلك سميها سكواماس سيلز بابيلوما. ممكن يطلع برضه في جدار الاسوفيس تيومر من الكونكتيف تيشو ميزين كامل بيناين تيومر زي الليبوما واللايو مايوما. الليبوما يعني طالع من الفات واللايو مايوما طالع من السموث ماسلز. هذا بالنسبة للبيناين تيومر اوف ذا اسوفيس. بالنسبة للمالينان تيومر اوف ذا اسوفيس الاسوفيس ممكن يطلع فيه نوعين من التيومر واللي هما من الابيثيليال، ابيثيليال مالينان تيومر ادينو كارسينوما. الاسوفيجيال ادينو كارسينوما يطلع في اللور بارت اوف ذا اسوفيس ويكون طالع من البارس اسوفيس من الميتابليجيا اللي قلنا عليها اللي هي بسبب الريفلاكس اسوفيجيتس، وممكن جزء بسيط او نسبه بسيطه تكون بسبب السموكينج والكحول انتيك. السكواماس سيل كارسينوما ممكن تطلع في الاسوفيجس في الميدل بارت اوف ذا اسوفيجس او في الابر بارت. هذه كلها مالجنان تيومر طالعه من الابيثيليال تيشو. الميزنكايمال مالجنان تيومر ممكن يطلع معانا الليبوساركوما ولو انه رير ليبوساركوما عفوا ساركوما. هذا مالجنان تيومر طالع من الفات او لايو مايو ساركوما برضو مالجنان تيومر طالع من السموث ماسلز. اذا هذا بالنسبه للتيومر تبع الاسوفيجس. الاستومك في منها بيناين تيومر وحنبدا بالابيثيليال بيناين تيومر. ممكن يطلع معانا هايبر بلاستيك بوليب او انفلاماتوري بوليب. هذه هي اصلا حتى ما هيش نيوبلاستيك، هي نان نيوبلاستيك
فقط يعني حصل داخل تجويف المعدة يعني بولب بهذا الشكل بسبب الانفلاميشن، يعني في بروز بسبب انه في هنا انفلاماتوري سيلز، فهذا نسميه انفلاماتوري بولب. او انه في زيادة في الجلانس وبرضو عملت لنا على شكل بولب بروز كده بسبب انه في هايبر بلاستيك جلانس، هذه كلها يعني نان نيوبلاستيك ليجن. برضو الفانديك جلاند بولب ممكن يطلع ورم هنا يعني برضو بروز بسبب زيادة في الفانديك جلانس، برضو هو نان نيوبلاستيك. معك الجاستريك ادينوما، وادينوما معروفة ان هي بيناين تيومر يطلع من الجلانس، اذا ممكن يطلع معنا بولب. لكن لما نشوف البولب هذه فيه جلانس كثيرة، والجلانس هذه فيها تغيرات في الخلايا، فيها ديسبلاستيك تشينجز، يعني الخلايا تصبح شوية كبيرة، الخلايا المبطنة لهذه الجلانس تصبح النيوكليس حقها أكبر شوية، فيها أتيبيا، فيها تغيرات، وبالتالي هذه نسميها أدينوما. إذا كان البولب فيه ديسبلاستيك تشينجز يعني الخلايا شوية متغيرة، ففي هذه الحالة حنسميها أدينوما. صحيح هي في بيناين، لكن المشكلة في الأدينوما في الجهاز الهضمي بشكل عام، سواء كان في الاستومك أو في أي مكان في الانتستين، الأدينوما لا محالة في وقت ما حتتحول إلى أدينوكارسينوما، يعني حتتحول إلى كانسر 100%. الأدينوما حتتحول إلى كانسر إذا لم تنشال قبل تحولها، وبالتالي إحنا نخاف دائما من الأدينوما، إنه لازم نشيلها لأنه حتتحول إلى كانسر. إذا هذه الأدينوما، إذا الأدينوما هي بيناين تيومر، صحيح هي بيناين تيومر لكن الخلايا قد أصبح فيها تغير مقدمة للعيش للسرطان. إذا هذا بالنسبة للعيش للبيناين إبيثيليال تيومر. البيناين ميزنكيمال تيومر نفس الكلام، ممكن ليبوما يعني فيبروما وليوميوما وحتى الليبوما ممكن تطلع في جدار المعدة. ندخل بعد ذلك في المالجنان تيومر في ستومك. الستومك ممكن تصاب بمالجنانت ابيثيليال تيومر اللي هو ادينو كارسينوما، يعني ورم يطلع من الجلانس، ادينو يعني جلانس وكارسينوما يعني كانسر. وممكن يطلع فيها الليمفوما، هذه من الميزنكايمال تيشو، واهم ليمفوما تطلع في الاستومك هي المالتوما اللي بسببها من الاتش بايلوري. اذا الادينو كارسينوما والليمفوما ممكن تطلع في الاستومك وسببها الرئيسي الاتش بايلوري انفكشن. ممكن تطلع برضه من الاستومك ورم اخر اسمه نيورو اندوكراين تيومرز ويسمى برضه كارسينويد. هذا ورم يطلع من النيورو اندوكراين سيلز. النيورو اندوكراين سيلز هذه خلايا كده متفرقه موجوده في جدار المعده، زي اللي هو الجاسترين او الجي سيلز اللي بتفرز الجاسترين. نيورو اندوكراين سيلز يعني خلايا تفرز هرمونز، ممكن يطلع منها ورم يسمى نيورو اندوكراين تيومر، كثير ممكن يطلع في الجهاز الهضمي. الميزنكايمال تيومر ممكن يطلع في الاستومك ورم اسمه جاسترو انتستينال تيومر، والورم هذا سموه جاسترو انتستينال سترومال تيومر، وما حددوش هو بيناين ولا مالجنت، خلوه تيومر كده مفتوح لانه في منه بيناين وفي منه انترميديت له بيناين ولا مالجنت وفي منه مالجنت، فخلوه مفتوح كده على حسب البيهيفيور ايش بيسويه. إذا هذا ورم يعني خاص يطلع في الوول اوف ذا ستومك اسمه جاسترو انتستين لأنه برضه يطلع في الانتستين، ستروما لأنه يطلع من الستروما من الستروما سيلز اللي موجودة في الوول، تيومر. وليش ما حددوش هو بيناين ولا مالجنانت؟ لأنه في منه بيناين وفي منه مالجنانت. وفي الأخير في المالجنانت ميزنكايمال تيومرز اللي هي الساركوماز اللي تطلع من الكونكتيف تيشو زي الفايبرو ساركوما، ليوميو ساركوما، وليبو ساركوما. اوكي بالنسبة للانتستينال تيومر نفس الكلام، التقسيمة هنبدأ بالنان نيوبلاستيك بيناين تيومر. نان نيوبلاستيك يعني عبارة عن بولب بسبب الانفلاميشن او بسبب الهايبربليجيا، وهذا البولب نسميه يا اما انفلاماتوري بولب او هايبربلاستيك بولب. برضه الانتستين ممكن يطلع فيه ادينوما، والادينوما قلنا فيها ديسبلاستيك تشينجز، فيها ديسبلاستيك تشينجز يعني الخلايا متغيره شويه، ولا محاله الادينوما حتتحول الى ايش؟ الى سرطان زي ما قلنا، حتتحول الى كانسر.
يعني هتعمل أدينو كارسينوم إذا ما انشالتش يعني بدري. أضف إلى ذلك إنه ممكن يطلع في الانتستين بوليب من نوع آخر اسمه هامر توماتس بوليب. الهامر توماتس بوليب يعني بوليب فيه جلاندز وفيه ماسلز، يعني فيه هامر توماتس تيشو، يعني نسيج غريب abnormal تيشو. هذا نسميه هامر توماتس بوليب. برضو ممكن هذا كلها البناين تيومرز كلها من الابيثيليال تيشو. البناين ميزنكيمال تيومرز زي اللايوميوما والفيبروما والليبوما برضو ممكن تطلع نفسها زي ليش زي الاستومك. بالنسبة للمالينان تيومر اوف ذا انتستين نفس الكلام زي الاستومك، في ادينوكارسينوما وفي برضو نيوروندوكراين تيومر برضو ممكن تطلع زي الاستومك تماما. يعني المالينانت ابيثيليال تيومر اوف ذا انتستين هي نفسها زي المالينانت ابيثيليال تيومر اوف ذا استومك. لكن الادينوكارسينوما هنا في الانتستين يقسموها الى ادينوكارسينوما ايه ويذ فاميليار بوليبوسيس. يعني ادينوكارسينوما طلعت عند ناس عندهم مالتيبل بوليبس ممكن تصل بالالاف داخل الايش الانتستين. في امراض وراثيه تسبب انه بيطلع hundreds or thousands of bulbs inside the colon and intestine. بتلاقي رئيسية في الكولون. واحد من هذه البوليبس ممكن، يعني البوليبس هذه كلها عبارة عن أدينوما، يعني multiple adenomas 100 adenomas زي ما هذه، والأدينوما زي ما قلنا فيها dysplastic changes ممكن بعدين تتحول إلى adenocarcinoma. إذا هذا النوع الأول من الأدينوكارسينوما اللي ممكن يطلع في الانتستين. النوع الثاني أدينوكارسينوما لكن without familiar polyposis، يعني ما فيش بوليبس من هذا النوع الأعداد الكبيرة. المشكلة إنه في تغيرات في الجينات حصلت، والتغيرات في الجينات هذا عملت dysplastic changes في الميوكوزا وبالتالي تحولت إلى إيش كانسر. هنا ليش قسموه إلى النوعين هذا؟ لانه هنا ال change في الجينز او الميوتيشن اللي حصل يختلف. هنا تغير في الاي بي سي، في جين اسمه اي بي سي هو اللي بيعمل النوع الاول من الادينوكارسينوما اللي هي مع الادينوماز، وفي معانا النوع الثاني اللي هي ايش اللي مع البيتا كاتانين، برضو جين اخر ممكن يحصل فيه ميوتيشن في عن النوع الاول من الادينو كارسينوما. هنا في الادينوكارسينوما without polyps او without familiar polyposis يكون الجينات مختلفة. طبعا هذه الجينات المختلفة اللي ممكن يحصل لها ميوتيشن في النوع الثاني. هذا الكلام طبعا مش عليكم تفاصيل هذه الجينات، هذه على طلاب الطب. برضو ممكن يطلع في الانتستين ساركوماز، يعني malignant tumor of mesenchymal tissue زي الليوميو ساركوما وليبو ساركوما وليب وفايبرو ساركوما. آخر حاجة الآن الكلام لا خصوصية لأنه ممكن يطلع فيها أورام كذا مختلفة شوية. ممكن يطلع فيها أدينوكارسينوما زي الكولون ما فيش خلاف. ممكن يطلع فيها سكواموس سيل كارسينوما لأنها قريبة من السكن وبالتالي ممكن يطلع فيها سكواموس سيل كارسينوما. ممكن يطلع فيها نوع خاص اسمه أنال كانال كارسينوما. هذا الأنال كانال كارسينوما يطلع من الأنال جلانس وهو يعني نوع خاص، لا هو سكواموس ولا هو ادينو، خليط من السكواموس ومن الادينو كارسينوما. او ممكن يطلع فيها السمول سيل كارسينوما وهذا نوع من انواع النيورو اندوكراين تيومرز، اسواهم يعني هو الاكثر سرطانية من النيورو اندوكراين تيومرز يسمى سمول سيل كارسينوما، بالاضافة الى الساركوماز اللي هي مالينجنت تيومر من الكونكتيف تيشو برضو ممكن يطلع في الانال كانال. وبالتالي كده نكون خلصنا من التيومرز. في بيناين تيومر ممكن يطلع في الانال كانال زي السكن تاج. هذا السكن تاج في منطقة الانس ممكن يعني عبارة عن زوائد كده بهذا الشكل مغطاة بالسكن، هذه يسموها سكن تاج. هي عبارة عن فايبروبيثيليال بوليب، يعني بروز بس بزوائد
يعني من السكواموس ابيثيليوم، يسموها سكين تاج، او ممكن داخل يخرج من داخل الانس عبر الانال كانال بوليب بهذا الشكل اسمه جيفينايل ريكتال بوليب. هذا يصيب الاطفال بسن مبكر وهو بيناين برضه، ما فيش يعني ما هوش مالجنت.